قال في الحلال بغض النظر عن الزيتا الترانسميتد فورس هتكون اقل من الابلايد من الابلايد فورس. دي كانت الحاله دي الثانيه. الحاله الثالثه والاخيره في الابلكيشن او الابلايد الابلكيشن بمعنى الفورس دم الابلكيشن هي فايبريشن اوف ماس سبورتد اون فاونديشن سبجكتد تو فايبريشن. ببساطه خالص اعتبر ان ده يتعامل مع العربيه والمساعد عباره عن ضمه وسبرين ودي الكتله بتاع العربيه والطريق اللي عندك طبعا احنا شغالين الاير بيسك الطريق اللي عندك واخد زي شكل ساين ويف على سبيل المثال. قال لي طب هو في الحاله دي الكتله اللي هي بتتحرك العربيه بتتحرك نصا بسبيد في الحاله دي طب هو انا لو جيت امسك السيستم ده هو يبقى لا الماس ولا الدمبر يعني الدمبر ولا السبرين. ده في هنا الفايبريشن الفاونديشن بتاعي او الارض اللي انا كنت بعتبرها نقطه تثبيت لا دلوقتي ليها امبليتود للفايبريشن اللي هو ايه كوساين اوميجا تي او ايه ساين اوميجا تي اوميجا تي. قال لي بالتالي ماذا استخدم الايه الايكويشن الموشن الكلام ده يبقى ام اكس دبل دوت وعشان الكتله بتاعتي بتتحرك اكس ام اكس دبل دوت زائد سي في التفاضل بتاع الديسبليت بتاع السرعه او بتاع الديسبليت بتاع شديد السرعه اللي موجوده في الدمبر. ده هنا النقطه اللي فوق بتتحرك باكس النقطه اللي تحت بتتحرك بايه كوساين اوميجا تي. قال لي يبقى الديسبليسمنت التوتال ديسبليسمنت للدمبر او للسبليت اكس ناقص ايه كوساين اوميجا تي. اكيد التفاضل بتاع الدمبر في السي او الدمبر بتاعتي بتطلع في الدي فك المعادله دي هتلاقي ام اكس دبل دوت زائد سي في اكس دوت زائد اي ساين اوميجا تي زائد الكي في اكس ناقص اي كوساين اوميجا تي. هل في الكير تفك الكلام ده في النهايه؟ يبقى انت عندك اكس دبل دوت زائد اي زيتا اوميجا ان في اكس دوت في اي زائد اي ساين اوميجا تي زائد اوميجا ان سكوير في اكس ناقص اي كوساين اوميجا تي بتساوي الزيرو. اما تركب المعادله دي هتطلع لك في النهايه على صوره فورس فايبريشن. طب نرتبها ازاي؟ قال لي هتاخد الترم اللي هو اكس ناقص اي كوساين اوميجا تي وسمينه يبقى بالتالي اليو دوت التفاضل بتاع دي اليو دبل دوت التفاضل بتاع دي بتاع بعض. طب ما هو كده لو قعدنا في المعادله اللي فوق ايه؟ يبقى انا عندي في النهايه المعادله يو دبل دوت زائد الترم المطلوب في اليو دوت زائد الترم المطلوب في اليو زائد اللي بيساوي ترم المطلوب في كوساين اوميجا تي. يعني بقى نفس الصوره بتاع الفرصه دي فايبريشن. طب هو بالتالي يبقى اليو بتاعتي اللي هي ماكسيمم امبليتيود هيساوي الفورس اللي هنا على الكي اللي هي المفروض ان هنا البارامتر المطلوب في اليو ايه مقسوم على واحد بلس ار سكوير لكل سكوير بلس اي زيتا ار سكوير كوزاين اوميجا تي او ساين كوزاين او ساين اي اي فمش مشكله واقدر اجيب كمان قيمه الايه الفاين بتاعتي. قال لي طب هو هنا لو انا كده اعوض ارجع اعوض عن الاكس في المعادله يبقى المعادله بتاعتي الماكسيموم امبليتيود بتاع الكتله نفسها اللي بتتحرك على الماكسيموم امبليتيود بتاع الويفنس بتاع الارض اللي العربيه مثلا ماشيه عليه ايه ده؟ ده جات لي معادله شبيهه بالمعادله بتاعت ترانسميسابيلتي ريشيو بالظبط اللي هي 1 زائد 2 زيتا ار كل سكوير على الوزن الكبير بتاعه. تقريبا نفس دي نفس دي الشكل. بابا في حاله ان انا ما عنديش دمبل يبقى عندي اليو بتاعتي هتساوي ايه؟ ار سكوير على 1 ناقص اي ناقص ار سكوير وبالتالي ماكسيموم امبليتيود لل في حاله الموشن اللي عندي هتبقى ايه؟ اليو دي في حاله الان دمبل ودي في حاله اليو دي ايه؟ الدمبل داخل السيستم. ناخد اكزامبل على ده بيقول لي عندك ريفريجريتور يونت وحده تبريد كتلتها 30 كيلو جرام وعامل لها سبورت على سبرينجز الستيفنس بتاعهم كلهم بكام؟ بيقول لي طب لو اليونت ده هي اوبريتس ات 580 ريفريجريشن في المنطقه السيستم اللي عندي دوت الموتور بتاعه مثلا على سبيل المثال بيدور ب 580 ريفريجريشن في المنطقه بيقول لي وات
شوف ذا فاليو سبرينج كونستنت كي، الكي بتاع الستنس بتاع السبرينج تبقى كام؟ لو كنت عايز انقل للارض تقولي 10% من الشيكنج فورس بتاع اوف ذا يونت تو بي ترانسميتد تو ذا سبورتنج ستراكشر. عايز 10% بس اللي يتنقلوا لي للسبورت اللي شايل لي وحده التبريد هنا. كل الكي تبقى تاني طبعا يبقى ترمى عندنا ال 30 كيلو جرام الكي وقولي 3 سبرينج وكل واحد فيهم بكي، يبقى الكي كوفرنت عندي ب 3 سبرينج هتساوي 3 كيلو. وكده القيمه اللي انا والله عليها مش عارف الاوميجا اللي عندي 580 ريفوليوشن في المينت. طب الترانسميسابيلتي ريشيو اللي عندي ده 10% يعني 1 من 10 اللي عايزه ستيفنس سبرينج ستيفنس كي. بالتالي أولي عند الترانسميسابيلتي ريشيو الاف دي يعني في النقطه اللي هو الاقل بتاع 1 زائد 2 زيتا ار سكوير على 1 ناقص ار سكوير كل سكوير زائد 2 زيتا ار سكوير. هو قال لي حاجه عن الدبل هو ما قاليش حاجه عن الدبل خالص. يبقى بالتالي الزيتا المفروض ان هي هتساوي كام؟ هتساوي 1. قال لي يبقى هنا مفيش نو دبل يعني في السيستم بتاعك نو دبل، يبقى بالتالي الترانسميسابيلتي ريشيو اللي هيبقى لي فوق 1 على الابسولوت فاليو بتاع 1 ناقص ار سكوير. الكلام ده هيساوي ايه؟ الواحد ايه؟ الواحد من 10. طب ما هو من هنا اقدر اجيب قيمه الار سكوير وبالتالي اقدر اجيب قيمه الار، وانا عندي الاوميجا اللي هي 580 يعني اقدر اجيب قيمه الايه؟ الاوميجا ان. جبت قيمه الاوميجا ان، طب ما هي الاوميجا ان بتساوي كي جذر كي على ام، وانا عندي قيمه الام يبقى اقدر اجيب الكي ايكوفلنت. الكي ايكوفلنت بتاع اللي هي بتساوي 3 كي يعني ده تجيب قيمه الكي قيمه الكي اللي عندي. ايه؟ مساله ثانيه هنا دي برضه جت في الحلقه قبل كده بيقول لي عندك ماشين كي الماشين ده هي الكتله بتاعتها 520 كيلوغرام وبتعمل لي ديستربنج فورس اوسيليت ساينسويدلي. الفريكونسي بتاع الفورس ده هي 25 هرتز يعني الاوميجا اللي عندي ب 45 او نافع ب 25 هرتز يعني الكتله عندي 520 كيلوغرام الفريكونسي ب 25 هرتز. بيقول لي ذا فورس ترانسميتد تو ذا فلور is to have an amplitude at this frequency not more than 4 من 10 times the disturbing force. يعني القوة اللي هتتنقل بالفاونديشن اللي عندي 4 من 10 من القوة اللي موجودة في السيستم. يبقى كده الترانسميسابيلتي ريشيو بتاعتي هتساوي 4 من ايه؟ 4 من 10. بيقول لي هنا بعد كده ايه؟ and the static deflection of the machine on its mounting is to be small as possible. اوكي الاستاتيك ديفليكشن مش يعني اقل ما يمكن فبالتالي مش واخد انت في حساب. بيقول لي فور ذيس بيربوس عشان يوصل للحاله دي قام حاطط ايه؟ اجزاء من المطاط كده تحت المكنه اللي عندنا دي او تحت الايه؟ الماشين اللي عندنا. بيقول لي الاجزاء بتاع المطاط ده هي لها ستيفنس مقداره كل جزء له ستيفنس مقداره 360 كيلو متر على المتر. وجوه دم وجوه فيشن مقداره 2400 نيوتن سكند عاي على المتر. طب ده كل حته مطاطه احطها تحت الماكينه. طب هما كام جزء هتحتاجهم عشان توصل للكونديشن بتاعك ان انت ما يتنقلش ازيد من 4 من 10 من ايه؟ من الفورس اللي عندك. يبقى اللي احنا عايزينه نمبر بتاع 4 ايه؟ نيوتنز اللي هو الماكينه. لو جينا نمشي هنا مع بعض يا شباب انا عندي التوتال ستيفنس ما هو التوتال ستيفنس هيبقى ايه؟ ده كل واحده 360 كيلو متر على المتر يبقى التوتال ستيفنس بتاعتي هتساوي الكي في عدد الوحدات الان يبقى ده هو ايه؟ الكي ايكوجرام اللي عندي هتساوي 360 الف. طب هو زيها التوتال دامنج كوفيشن السي ايكوفيلنت هتساوي السي في ام اللي هو من 2400 في ام. مش كان عندي منشن اوف فريكونسي اللي هي جاز الكي ايكوفيلنت على الام. بس لاحظ ان الكي ايكوفيلنت دلاله ايه؟ الام. طلعت هنا انت منشن اوف فريكونسي دلاله ايه؟ الام. طب ما احنا عندنا الانجلر فريكونسي
الفريكوانسي بتاع الفورس اللي الابلاي داخل السيستم هو مديني فريكوانسي اللي هي 25 هرتز هضربها في 2 باي دي الاوميجا. طب ما انا عندي الريشيو الفريكوانسي ريشيو الاوميجا على الاوميجا يعني طلعت الضرب دلالة الام. كذلك الدامبنج كوفيشن السي كريتيكال ما السي انا طلعت السي كوفيشن فوق. طب الكريتيكال دامبنج كوفيشن اللي هو 2 جذر ايه كوفيشن اللي هي دلاله الام بره عوض هنا هتجيب الايه الزيتا بدلاله الام. لو عندك الضرب بدلاله الام والزيتا بدلاله الام. طب ما احنا لو رحنا للمعادله بتاعتنا ترانسفيرس فايبريشن ونكمل الايه